وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه وقال: معلمي الشريعة والفريسيين قاعدين على عرش موسى، عملوا كل شي بيقولوا لكم إياه، ولكن ما تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم بيقولوا ما بيعملوا، بيجمعوا أحمال تقيلة ومتعبة بالحمل وبحطوها على كتاف الناس، ولكنهم ما بيحطوا إيدهم تيساعدوا على حملها. هن ما بيعملوا عمل إلا تيشوفوه الناس، بيعرضوا العصائب على جبينهم وسواعدهم وبيطولوا أطراف ثيابهم. بيحبوا مقاعد الشرف بالولايم والصدارة بالمجامع والتحية بالأسواق، وبيحبوا يدعون الناس يا معلم. أما أنتو فما تسمحوا يدعيكن حدا يا معلم، لأنكن كلكن إخوة وإلكن معلم واحد. وما تدعوا حدا على الأرض يا أبانا، لأنه إلكن بي واحد هو الآب السماوي. وما تسمحوا لحدا يدعيكن يا سيد، لأنه إلكن سيد واحد هو المسيح. خلي يكون الأكبر واحد فيكن خادم إلكن، لأنه اللي بيرفع نفسه بينخفض، واللي بيخفض نفسه بيرتفع. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، عم تغلقوا ملكوت السماوات بوجه الناس، فلا أنتوا رح تدخلوا ولا رح تتركوا اللي داخلين يدخلوا. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، عم تاكلوا بيوت الأرامل، وأنتوا عم تتظاهروا إنكن عم بتطولوا بالصلاة، رح تنالوا أشد العقاب. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، بتقطعوا البحر والبر لا تكسبوا لدينتكن شخص واحد، وإذا نجحتوا خليتوا يستحق جهنم ضعف يلي أنتوا بتستحقوا. الويل إلكن أنتوا القاضي العميان، بتقولوا اللي حلف بالهيكل ما بيلتزم بيمينه، ولكن اللي حلف بذهب الهيكل بيلتزم بيمينه. أي أعظم يا عميان، الذهب أو الهيكل يلي قدس الذهب؟ وبتقولوا اللي حلف بالمذبح ما بيلتزم بيمينه، ولكن اللي حلف بالإربان اللي على المذبح بيلتزم بيمينه. فأي أعظم يا عميان، الإربان أو المذبح اللي بيقدس الإربان؟ منكم شايفين إنه اللي بيحلف بالمذبح بيحلف فيه بكل شي عليه، واللي بيحلف بالهيكل بيحلف فيه بالله الساكن فيه، واللي بيحلف بالسماء بيحلف بعرش الله وبالجالس على العرش؟ الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، بتعطوا العشر من النعنع والزعتر والكمون، ولكنكن بتهملوا أهم شيء بالشريعة، ويلي هو العدل والرحمة والصدق، وهيدا اللي لازم تعملوه بدون ما تهملوا الباقيين. انتو يا عميان بتصفوا المي من الحشرات، ولكنكن بتبلعوا الجمل. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، بتطهروا الكاس والصحن من برا، وباطنهم مليان بيلي حصلتوا عليه من النهب والطمع. يا فريسي الأعمى، طهر أول شي باطن الوعاء حتى يصير الظاهر مثله طاهر. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، انتو مثل القبور المكلسة، ظاهرة حلو باطنة مليان بعظام الموتى وبكل فساد. وانتو كمان بتظهروا للناس انكم صالحين وباطنكم كله كذب وشر. الويل إلكن يا معلمي الشريعة والفريسيين المرائين، بتبنوا قبور الأنبياء وبتزينوا مدافن الأتقياء، وبتقولوا لو عشنا بزمن أبائنا لما كنا شاركناهم بسفك دم الأنبياء، وبتشهدوا على أنفسكم إنكم أبناء اللي قتلوا الأنبياء. فتمموا أنتوا يلي بلشوا في أبائكم. يا ولاد الأفاعي، كيف رح تهربوا من عقاب جهنم؟ منشان هيك رح أرسلكم أنبياء وحكماء ومعلمين، رح تقتلوا البعض منهم وتصلبوه، والبعض الآخر رح تجلدون بمجمعكن، ورح تلحقون من مدينة لمدينة حتى ينزل فيكن عقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق، دم زكريا ابن برخية اللي قتلتوه بين المذبح وبيت الله. الحق بقلكن كل هالشي رح يوقع على هيدا الجيل. أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، إلى كم مرة أردت أجمع أبنائك مثل ما بتجمع الدجاجة فراخة تحت جناحها وما قبلتوا؟ هيدا هو بيتكن، متروك إلكن خراب. بقلكن مش رح تشوفوني إلا يوم اللي بتهتفوا مبارك الجاي باسم الرب.